أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفتي لهذه الحلقة الفنانة التشكيلية الأردنية إيمان عثمان. تابعوا حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. قصيدة حمدان من ديوان قلبي عليك حبيبتي. الإهداء إلى حمدان الغافي على ضفاف الرافدين، يأكل الثرى ويعانق الموت في كل حين. حملت جرحهم دهرا وما حملوا، فمن هو الذئب يا حمدان والحمل؟ وقفت تستنطق الأعراب أجمعها، فما أجابك إلا الريح والطلل. أشلاء جسمك لحن في مناحتهم، وأنت كاللحم في الأفواه تنتقل. عضوا عليك فما أبقت نواجذهم، شبرا به يحتمي الموجوع والوجل. حمدان ويحك من 20 ناقلة للنفط، والدم من شرياننا هطل. كنا نقول هنا كانوا هنا نزلوا، صرنا نقول لقد بانوا لقد رحلوا. واليعربيون أنواع منوعة تبكي عليك وفي قتلاك تحتفل. قالوا نقاتل في صف العروبة مع حمدان حتى وإن مادت بنا السبل. قالوا نقاتل مهما كان، ليس دمي يصير ماء ولا يستعذب الوشل. قالوا وفي الليل سنوا حد خنجرهم وأغمدوه، فسالت بالأسى المقل. حمدان ما لك بالدنيا وسادتها، والله لا وأبي آبائهم قبل. هفت إليك ديار من بني عرب، أرماحهم في هوى أجسادنا قبل. مشوا إليك بأعناق مخضعة، وكلهم في جحور الغرب قد دخلوا. تبكي وحيدا وتقضي العمر منفردا، وحين تقتل تدري كلهم قتلوا. أطفالك الجوع والأمراض ناهشة، كواكب يعتريها في الدجى الطفل. ما قام منها بقلب الليل منتفض من التجمد إلا وهو منجدل. موت له الموت يرثي وهو يحضنه في اللحد معتذرا أن قد دنا الأجل. يرق قلب إذا أوذيت من حجر، وحين يبكي مياه العين تنهمل. ويستكين لرب الكون منفطرا، أما أخوك فقد أغرى به الشلل. كم طفلة لك لم تعرف أبوتها، وكم رضيع على أوضامه هزل. كالطيف مادت وصاحت ثم وانطفأت، وأسبلت روحها والليل منسدل. وسجيت في الثرى المجنون من عطش، فلم يبت بعد إلا كله بلل. تموت أنت ذبالات ممزقة، ونحن بعدك للشيطان نبتهل. من 1000 عام تغوص الأرض في فتن، لم تنتقل عنك إلا وهي تشتعل. ساروا إلى الله من أزمان فاطمة إلى يزيد، وحتى اليوم ما وصلوا. يستنهضون بك الآمال مشرعة، ويتركونك لا أهل ولا أمل. ليست سواري بني أعمامنا مثلا، حتى وإن بان أنا في الهوى مثل. 1,000,000 طائفة في كل ناحية، وكل فرد بما يهواه منشغل. هذه القلوب على أعجازها انكفأت، وأنكرت كل أصل فيك يتصل. قد ساومتك على رأس الحسين ترى، من يشتريه وهل عن سحقه بدل؟ قلوبهم لك لكن 1,000 كاذبة، وسيفهم في دم من شلونا يغل. من 1,000 عام تقول العرب يا وطني، وأصدق الصدق في أقوالها الدجل. فإن خذلت فلا تعجب، فإن خذلت فلا تعجب، فمن عجب أن تلتقي بعروبيين ما خذلوا. الأجدرين نفاقا في تعاملهم، والأسبقين إلى ما كذب الرسل. حمدان يا أيها الغافي على حلم،
من العروبة إن الركب مرتحل قد أوقعوك بفخ ما فطنت له فانفذ بريشك فانفذ بريشك إنا كلنا همل. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. أسعد الله أوقاتكم جميعها بكل خير. أنا الروائي والإعلامي محمد جميل خضر، وهذا كتابي مايسترو. مايسترو بحسب ما اتفقنا أنا ودار النشر على تصنيفه هو رواية شباب أو رواية للشباب. صدرت هذه الرواية رواية الشباب عام 2020 عن دار العائدون للنشر والتوزيع. تتحدث مايسترو عن يعني هي يعني لا تبتعد كثير عن روايتي اللي قبلها نهاوند، وعن روايتي الأولى يافا الموسيقى أساسية فيها، الموسيقى بطل وحاضر فيها. في هذه الرواية في 20 شاب وفتاة عرب يلتقون حول الموسيقى ويؤسسون فرقة موسيقية بعمان، بيكون لقائهم بعمان لأن بطل الرواية شاب عماني اسمه سمير، ويطلق على الفرقة اسم أمل، وهو الذي يحتاجه الشباب العربي. رواية يعني جاءت في فترة ما بعد الثورات، ثورات الربيع العربي وما بعد ما بعد احتلال العراق 2003، وبعد كل العواصف التي مست الدول الأمة العربية والبلدان العربية. فبالتالي الأمل كان يعني حلم عند هؤلاء الشباب، وتحقق جزء من هذا الحلم بأنهم على الأقل التقوا في الموسيقى، طالما أن العرب لا يلتقون بالسياسة ويتناحرون عبر السياسة، ولا وحدة عربية في 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 المنظور من الزمان، فعلى الأقل تكون في وحدة موسيقية، وحدة فن، وحدة إبداع. هذا ما حاول الشباب، ويعني بقيادة المايسترو سمير الشاب الفلسطيني الأردني اللي عايش بعمان بهويته الأردنية وبروحه الفلسطينية. ويعني الفتاة اللي أحبها سمير اسمها عبير، وعبير هي فتاة سورية من السلامية، منطقة فيها سوريين سنة وفيها سوريين شيعة وفيها سوريين إسماعيليين وفيها سوريين مسيحيين. فالعرب عمرهم ما كانوا أصلا يعني بتناحروا لمذهب أو لطائفة، للأسف الشديد هذا ما جابوا معه الاستعمار. فمايسترو رواية شباب، رواية محبة، رواية أمل. أتمنى لكم قراءة ممتعة لمايسترو، وشكرا لكم. الخط العربي هذا الفن الجميل كانت له مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم. أسعد الله مساءكم أحبتي المشاهدين. في هذه الفقرة سنخرج عن موضوع الخط، رح نتحدث عن تقنية من تقنيات الكتابة. الخط الديواني يكتمل جماليته في إخراج اللوحة، سواء استخدام الأحبار أو استخدام المواد المتعددة، يعني سواء الورق أو الألوان المتعددة في إخراج ألوان. طبعا هذا الشيء ينطبق على جميع أنواع الخط العربي، لكن أحببت في هذه الفقرة أن أشرح عن جمالية من جماليات تنفيذ الخط الديواني، وهو التذهيب. التذهيب المقصود فيه، أنا أقصد فيه التذهيب، هو استخدام الورق، ورق الذهب. هذا الورق طبعا بيجي جاهز في الأسواق موجود، واستخدام التذهيب يحتاج إلى الغراء أو مادة المسيون اللي هي حتى يلتصق فيها هذا الورق عندما أكتب. الآن راح أعمل تجربة أنا وأكتب قدام أمامكم كتابة، مثلا عيدكم مبارك، راح نكتبها ونذهبها، نستخدم هذا الورق ونشوف كيف النتيجة راح تطلع معنا، وإن شاء الله تكون نتيجة جميلة وتعجبكم. طيب راح أكتب هنا عبارة عيدكم مبارك، طبعا هذا راح أكتب بالغراء، هاي الغراء لازم أكتب أنا فيه بهذا الشكل، هي سطر وهمي. طبعا اللي يفضل أنه أستخدم الورق الذهبي على كرتون أو ورق غامق، يعني الغير محبب أنك تستخدمه على أوراق فاتحة مثل الأبيض أو الأصفر حتى يظهر جماليته. الآن أنا راح أكتب عبارة عيدكم مبارك،
بخط الديوانية؟ طبعا الغراء هذا شبه شفاف يعني، لكن من ميزاته عندما اكتب به انه يبقى لاصقا، يعني ما بينشف بسرعه، يختلف عن غراء الخشب او انواع الغراء الاخرى. زي ما بتلاحظوا انه الان لازم انتظر انا حتى يختفي اللون الابيض، هذا اللون الابيض اللي هو يتعرض لجفاف كامل، يعني ما بصير انا الصق الورق لا يجوز اني الصق الورق وهو الغراء غير يعني غير مكتمل الجفاف حتى ينشف كامل. ننتظر جفاف الورق وبعد جفافه نعود إليكم في عملية لصق الورق الذهبي. الآن بعد جفاف مادة الغراء زي ما بنلاحظ أنه اختفى اللون الأبيض منها، هذا يعني أنه الغراء اكتمل جفافه. الآن المرحلة التالية هي إحضار الورق. الورق يأتي بهذا الشكل، يأتي بهذا الشكل. ممكن نأخذ إحنا مقطع صغير منه، مو بالضرورة يعني يكون، طبعا لازم نحذر الورق هذا حساس جدا، نوعا ما حساس جدا للتلف يعني، فلذلك نحذره بهذا الشكل، أو حتى أنا يفضل استخدم ورقة جديدة لأنه هاي تقريبا تلفت شوي. ممكن هذه الورقة تفيدنا يعني أكبر، ذات مساحة أكبر يطلع الشغل عليها أصح. نلصقها بهذا الشكل، مش بإيدينا، نستخدم ورقة ثانية نلصقها بهذه الطريقة. الآن باستخدام فرشاة خشنة نوعا ما بهذا الشكل نبدأ بتنظيف الحرف. طبعا بطبيعه الحال انه الورق يعني سيلصق مباشره على الغراء، والغير لاصق سيتم ازالته بسهوله، فبيتكون عندنا ان شاء الله عباره اللي اتفقنا على كتابتها اللي هي عيدكم مبارك. بهذا الشكل. طبعا الآن نأتي إلى مرحلة التنظيف، تنظيف الكتابة. يفضل أنه يكون تنظيفها على مكان بهذا الشكل. وبنرجع مرة ثانية نتأكد أنه تم إزالة حواف الورق حتى يكون الحرف نظيف تماما ويعطي الشكل الصحيح للحرف اللي قمنا بكتابته بهذا الشكل. طبعا من سيئة هذه النوعية من الأوراق على التذهيب يعني هي أنه بيترك آثار على البيئة يعني حوالينا على الطاولة، ممكن يوسخ يعني شوي، لكن نحتاج للصبر يعني بحيث أنه
نقوم بعملنا على أكمل وجه. وتقريبا هذه هي النتيجة، نتيجة سريعة. كلمة عيدكم مبارك باللون باللون الذهبي. طبعا هذا الورق يتوفر منه ورق ذهبي صناعي وورق منه ذهب حقيقي طبيعي 100% عيار 18 أو 21، ممكن الحصول عليه بالأسواق أو من دول خارج الأردن يعني أو دولة أو دولة ثانية. الآن إن شاء الله يعني نرجو أن تكون لاقت إحسانكم بهذه الطريقة، ونرجو لكم أوقات سعيدة ويعطيكم ألف عافية. بارك الله فيكم. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفتي لهذه الحلقة الفنانة التشكيلية الأردنية إيمان عثمان، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفتي. أهلا وسهلا بك أستاذ إيمان، ضيفة عزيزة على فضاءات وعلى رافدين. أهلا بك، مرحبا بك. شكرا أستاذ. يا مرحبا، فرصة سعيدة. ونحن أسعد. أنت احترفتي فن الرسم بالحرق على الخشب أو ما يسمى البيروغراف، يعني ودي أن نعود إلى الذاكرة، ننكش تفاصيل الذاكرة، نعود إلى المراحل الأولى، البدايات. يعني كيف اكتشفتي أنك قادرة على ممارسة هذا الفن، أو ما الذي دفعك إلى هذا الفن؟ هناك مؤكد أنه موهبة تولد مع الطفولة، وتجد الرعاية من الأهل، من البيت، من البيئة، من المحيط. فبدي أن نعود إلى البدايات، كيف كانت؟ أشكرك على هذه المقدمة وعلى سؤالك لأنه جميل جدا ويعيد إلى ذاكرتي ذكريات جميلة من طفولتي. في الحقيقة أستاذ، أستذكر منذ طفولتي حبي للطبيعة وقربي من الطبيعة وكل عناصر الطبيعة التي تتضمن الهواء، النبات، الشجر، الحجر، التراب. فكنت منذ طفولتي أحب هذه العناصر وأحب التقرب منها، ولم أكن أعلم طبعا كطفلة لم أكن أعلم بأنني أحب الرسم أو أجيد الرسم أو بوجود الهواية لدي. ولكن حتى أكون جدا دقيقة، في عمر 14 سنة أثناء دراستي في الصف التاسع كان لي مدرسة رائعة جدا، مدرسة الفن، هي التي اكتشفت هوايتي في الرسم وراعتني واحتوتني وعاملتني كأنني عبارة عن صديقة أو حتى ابنة أو طفلة لها، لأن هي تحب الرسم فوجدت عندي نوعا من إحياء ما تحبه في كطفلة. فكانت هذه البدايات اكتشاف الموضوع. كانت مدرسة الرسم هي المختصة، هي معلمة الفن. نعم هي معلمة الفن، واسمها نهلة الطحان، وأتمنى لو أجدها، يعني بحثت عنها كثيرا ولكن لم أجدها. فهي كانت من اكتشف موهبتي في هذا العمر. من بعد عمر 14 سنة أصبحت أشارك بسبب معلمتي، أشارك في مسابقات رسم، أشغال يدوية، وبدأت أحصل على جوائز ومراكز عالمية وأردنية وطنية في الأردن غير عن العالمية. ومنذ ذلك الوقت علمت أن هذا نوع من أنواع الشغف، لنقول أيضا نعمة من الله سبحانه وتعالى أوجدها فيه. ولكن فن الحرق على الخشب ابتدأ منذ لنقول 2018 تقريبا، لم أكن أعلم بوجود هذا الفن ولم أتعلمه من أي حد. في أي مرحلة من الدراسة كنت فيها؟ بال 2018 كنت إنسانة عاملة، يعني ما تخرجت واشتغلت وكنت في خضم الحياة. وأثناء التجربة أو أثناء الصدفة وجدت يعني عناصر من الطبيعة، خشب، أحببت أن أضع لمسات فنية عليها، وكانت الفكرة بأن أضع هذه اللمسات عن طريق الحرق ولم أكن أعلم. لحظة الاكتشاف كيف كانت، يعني كيف ولدت؟ عندما وجدت ثمرة جميلة جدا مظهرها جذاب جدا، أذكر أنها كان فصل الشتاء ورأيت هذه الثمرة معلقة من إحدى المزارع في المنطقة وشكلها جميل جدا، فأحببت أن أخذها وأحتفظ بها، فطلبت من أصحاب المزرعة أخذها وأخذتها، وبقيت عندي في غرفتي أيام وأسابيع، وبقيت أنظر إليها وأعجب بتفاصيلها وانحناءاتها، وهو إبداع الخالق سبحان الله. إذن الذي شدك إلى هذه الثمرة هي جمال شكلها. جمال شكلها. نعم. ولم أكن أعلم بأنها
لنقول عبارة عن لوحة أو أساس للوحة أو عمل فني. جميل. سنتحدث عن يعني ممارسة الفن على الثمار، يعني رأيت لك أعمالا على بعض الثمار، سنتحدث عن هذا الجانب، لكن ودي أن أتلمس المراحل البدايات، كيف انتقلت إلى استخدام الآلة الكاوية، يعني مؤكد التعامل مع الآلة الكاوية، الحرق الخشب تحتاج إلى تدريب، إلى ميران، فكيف تعاملت مع هذا الجانب؟ كان في منزل أهلي. كان في عنا الجهاز اللي يستخدمونه للإلكترونيات، الكاوي، جهاز الكاوي لتصليح الأجهزة الكهربائية. هو كان لواحد من إخوتي، فعندما خطرت لي الفكرة بأن أضع لمسة فنية على هذه القطعة، وجدت أنني ميالة أكثر إلى الحرق لأنه يدوم أكثر من الألوان. فأحببت أن أجرب، ولم تنجح محاولتي بالمرة الأولى أو بالتجربة الأولى، لأن وجدت أن الثمرة لم تحترق أو لم أستطع وضع اللمسات عليها باحترافية. فأثناء التجربة والتكرار والممارسة أكثر فأكثر، أصبحت أعدل على الماكينة الحرق، أضع لها رأس دبوس أو مسمار وأعدل عليها وأجرب أكثر من مرة، حتى وصلت إلى لنقول النتيجة التي أرغب بها. إذن بداية تعلمت استخدام الآلة الكاوية من خلال ما موجود في البيت. التعامل مع اللوح الخشبي، يعني عندما تريدين أن ترسمي شكل أو مجسم معين، من الذاكرة تنقلي من الذاكرة إلى اللوح، أم يخطط توضع معالم الشكل المعين أو الرسم المعين ثم تحركي عليها الآلة الكاوية، أم ماذا أو كيف تكون؟ أشكرك على هذا السؤال. هي لنقول أنها تكون نوع من أنواع القصص أو نوع من أنواع سرد القصص والتعبير عن المشاعر والأفكار، فكل قطعة تكون عبارة عن قصة أو رواية أو سيناريو مختلف بالنسبة لي. لا أخطط ولا أحب التخطيط بالعادة، إلا إذا كان العمل موجه إلى شخص معين أو جهة معينة قاموا بالطلب مني بعمل أو إنجاز هذه القطعة، يعني الجهة المعينة يطلبوا رسما معين. نعم شكلا معين. نعم ممكن يكون في طلب، ولكن غالبا أغلب أعمالي هي عبارة عن تفريغ لمشاعر، أفكار، أحاسيس، ممكن يكون أحيانا تعبير عن رأي أجده في تنفيذ إلى القطعة في نفس اللحظة، وأحيانا القطعة قد تأخذ أسابيع لأنه لم تكتمل القصة التي يعني أفهم من ذلك أنه ممكن يعني تحركي الآلة الكاوية بشكل فوضوي أو شكل ممكن. نعم ممكن عندي قطع بدأت بحرك بالنهاية يظهر أنه شكل تظهر أحيانا لنقل أنها فوضى خلاقة. تظهر من الفوضى الخلاقة اللمسات الفنية والقطع المميزة. جميل. يعني تحدثت حضرتك قبل قليل عن الموضوع هذه الثمرة، يعني بدي أن نعرف ما نوع الثمرة هذه التي أغرتك ثم قطفتها واحتفظت بها في البيت. هناك من يطلقون عليها اليقطين أو القرع. لها اسمان متعارف عليهما وطنيا في الأردن. وجدت أن الكثير يقول أو يلقبها باليقطين، والآخرون يلقبونها بالقرع. القرع. يعني إذن هذه فلنقول القرع أو يقطين، يعني هو هذا، يعني هذه الثمر. أنا رأيت لك أعمالا على هذه الثمار، بدي أن يعني أعرف كيف أنه لماذا يعني هذه الثمرة بالذات تخصص لهذا العمل. أنا رأيت حقيقة يعني هناك من قام من فنانين تشكيلين أيضا بهذه الأعمال، وأيضا أعمال جميلة، ورأيت لك أعمال جميلة على هذا النوع من الثمر. لماذا يخصص هذا النوع من الثمر فقط لهذا العمل، أم هناك ثمار أخرى ممكن أن تستخدم لهذا الفن؟ أعتقد أستاذ أنه الثمرة نفسها من بعد التجربة هي تمتاز بالصلابة مع الوقت، يعني تزداد صلابة، تزداد جمالا بمرور الوقت.
لذلك يعني هي كانت لنقل توجه الفن عليها بسبب صلابتها ومتانتها وطول عمرها مع الوقت. نعم. فأنا وجدت هذا الشيء من خلال التجربة. أفهم من ذلك أنه بعد أن تجفف فيزداد القشرة الخارجية تزداد صلابة. قلتي أنه تتعرض إلى أعمال التنعيم، يعني ممكن أنه بوضعها الطبيعي ممكن أن تستخدم؟ لا، وضعها الطبيعي لا يمكن أن يرسم عليها أو تستخدم، يجب معالجتها قبل. طبعا أنا الثمرة اللي وجدتها كانت لونها يعني مائل إلى السواد، هي متعفنة كانت من بسبب القشرة الخارجية. تجد أن القشرة الخارجية يحصل عليها تعفن بسبب الحالة الجوية، وخاصة في فصل الشتاء إذا تركت، فيجب إزالة هذه القشرة المتعفنة حتى نصل إلى اللب الجوهري. طيب ممكن طبعا. كيف أنه ممكن ترسمي عليها شكل وهي يعني أحيانا اللوح الخشبي يكون مسطح فيعطي مساحة واسعة للفنان التشكيلي أنه يرسم عليه الشكل الذي يريده، هذه يعني شكلها محدب أو يعني كيف ترسمي عليه؟ كمان مرة حابة أشكرك على هذا السؤال أستاذ، لأنه سؤال جوهري. كنت أعتبر أن كل ثمرة من هذه الثمار هي عبارة عن تحدي، فأحياناً هناك بضع منها ما يكون لنقل غير مستوي أو فيه انبعاجات أو أحياناً نوع من أنواع التسوس أو التعفن، فكنت أشعر أنه لا أحب أن أرسم على 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 سطح دائماً خالي من العيوب. يجب أن نجد الجمال حتى في الأشياء التي بها عيوب، فبدلاً من أن يتم رميها أو حرقها أو كسرها يجب أن تضع عليها لمسات تعطيها نوع من أنواع الجمال، لأنه سبحان الله في حياتنا العادية لا يوجد كمال، الكمال فقط لله سبحانه وتعالى. فكنت أجد النقص هذا عبارة عن تحدي وعبارة عن استفزاز للمهارات واستفزاز للقدرات العقلية حتى أستطيع أن أخلق منها جمال، نوع من أنواع الجمال. جميل. يفضل أنه أنت تخطف الثمرة وما زالت في النبتة وتجفف أم ممكن تشتريها من السوق؟ لا أحب شراء أي شيء من السوق بهدف الفن. نعم. أبرز ما يعني أنا أقصد الجانب الفني، جانب التحمل. نعم. يفضل أن تخطف وهي طرية مثلا وهي ناضجة الآن وتجفف، أم لا يعني ليس هناك مشكلة أنه بقيت فترة طويلة مثلا في السوق وتشترى مثلا؟ لا يوجد مشكلة إذا كان الشخص يرغب أنه يشتريها ويجففها ثم يرسم عليها، يعالجها ثم يرسم عليها، لا يوجد مشكلة. ولكن أيضا من خلال التجربة وجدت أنه كلما بقيت على الشجرة الأم لها بأنها تزداد جمالا ويزداد سمك الطبقة، أن تجفف وهي نعم ما زالت تترك إلى الشتاء. نعم. تترك حتى فصل الشتاء حتى تتعفن الطبقة الخارجية لأنه تماما، لأنه نبات صيفي هو. نعم. نعم، حتى تتعفن الطبقة الخارجية تماما، ومن ثم بعد إزالتها تكون الثمرة جاهزة للرسم. جميل. أفضل. رأيت لك أعمالا على الخشب من الخط العربي، وهذا طبعا فن مستقل بذاته، وينبغي للرسام أو من يشتغل على هذا الفن أن يتقن فن الخط فضلا عن إتقانه لفن الرسم البيروغراف الذي هو يستخدم الكاوية والحرق على الخشب. فكيف تمكنت من ذلك أنك تتقني الخط العربي مع هذا الفن؟ في الحقيقة جمع النوعين من الفنون مع بعض هو جدا صعب. نعم. لأن الخط العربي يحتاج بالعادة وغالبا أغلب الناس على سطح مسطح. نعم. أو أوراق أو كرتون، ولكن أيضا أعيد القول بأنه هو نوع من أنواع التحدي، وأنا أعشق اللغة العربية والخط العربي، وكنت أجده عبارة عن رسم، فكنت أرسم الخط وكأنه رسمة، أنقلها كرسمة، سواء شفتها مثلا في مكان، في لوحة، في على الإنترنت، مثل البسملة، مثل أي كلمة عربية، كنت أنقلها كرسمة ومن ثم أقوم بحرقها، وهذا الشيء يحتاج إلى دقة عالية جدا جدا وتحكم شديد. نعم. وهو بالنسبة لي أيضا متعة. يعني دخلتي دورة على الخط؟ يعني تلقيتي دروسا في الخط العربي؟ جميع الأعمال التي رأيتها لم أتلقى دروسا، كنت نعم. فقط أنقلها كرسم،
يعني مثلا البسمله بسم الله الرحمن الرحيم ارسمها وكانها لوحه لانني لا اعلم ادوات الخط العربي ولا اعلم كيف يجب ان اكتب، لكن تضع امامك نموذج. نعم 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 نعم، صوره او ممكن ان تكون لوحه لمحتها في مكان او اي عنصر مرئي امامي وانقل منه. طيب، يعني من خلال التعامل في هذا الجو في هذا الفضاء، مؤكد انك صار لك انك تواصل مع خطاطين، ماذا كان راي الخطاطين في ما راوا من اعمالك في مجال الخط؟ يعني حقيقه لم احتك بخطاطين او الكثير من هذه البيئه. نعم. التي افخر بها واتمنى ان ادخل او اغوص في تفاصيلها، ولكن كان الاستعجاب بانه كيف تستطيعين رسمها بهذه الدقه، كيف تستطيعين رسم الكلمة وكأنها مكتوبة بقصبة أو كأنها مكتوبة فكنت دائما أعبر وأقول بأنني أرسمه من كثر حبي لهذا الخط. نعم. أرسمه وكأنه عبارة عن جميل رسم. أي نوع من أنواع الخشب ممكن نستخدم لهذا الفن، أم هناك نوع معين من الخشب تستخدمونه لهذا هذا الفن؟ يمكن الاستخدام أي نوع يرغب فيه الإنسان أو أي نوع، يعني بالنسبة لي كنت أجد أي أحياناً أي خشب، أي قطعة خشبية في أي مكان غير عن ثمار اليقطين أستعملها ككانفاس أو كأساس للفن العمل الفني. ولكن مع التجربة أيضاً وجدت أن جميع الأنواع تقريباً تصلح، وجميع الأخشاب تختلف عن بعضها البعض، فسبحان الله تجد أن هناك الخشب اليسير، هناك الخشب الصعب التعامل معه، هناك الخشب معذرة سنكون بعد الفاصل. معذرة فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفتي لهذه الحلقة الفنانة التشكيلية الأردنية إيمان عثمان، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفتي. أهلا بك مرة أخرى ست إيمان عثمان. كنت قبل الفاصل سألتك عن نوع الخشب، يعني هل كل خشب ممكن أن ينفع لهذا النوع من الفن؟ هو كما بدأت أقول يصلح أي نوع خشب لممارسة هواية الحرق على الخشب عليه، ولكن هناك اختلافات بطبيعة الخشب أو طبيعة الحرق أو التعامل معه. فهناك الأخشاب التي تجدها سهلة لينة سريعة الحرق عليها، يظهر عليها الضربات بسهولة. وهناك الأخشاب التي تكون صلبة جدا وصعبة للتعامل معها أو تحتاج الكثير من معالجتها بعد وقبل الحرق حتى لا تتفسخ أو لا تبدأ بالتحلل أو التغير، تتغير طبيعتها إلى طبيعة أخرى. نعم. ولكن أفضل أنواع الخشب التي أعجبت بها هي التين، خشب التين وخشب الزيتون. وخشب التين يمتاز بالمرونة العالية جدا، أما خشب الزيتون فهو عكسه تماما، هو يمتاز يختلف عن التين بأنه قاسي جدا وسطحه حبيباته أو خلاياه متراصة جدا. نعم. ولكنه أيضا في أثناء الحرق يعطي نتيجة رائعة جدا. نعم. إذن أفضل أنواع الشجر أو الخشب لهذا الفن هو الزيتون، أو التين. تين جميل جدا أيضا، ممكن. نعم. السرو، ولكن السرو بسبب العروق الخشب الكثيرة فيه. نعم. ممكن مع الزمن التفاصيل الدقيقة بالرسم تتغير. هذا العروق ما ممكن أنه يستثمرها الفنان تكون. نعم. جزء من اللوحة. نعم نعم. يعني أحضرت الابتسامة على وجهي لأنه استذكرت العديد من القطع التي كنت أحيانا أستخدم العروق. نعم. أو العقد الموجودة فيها حتى تكون جزء من العمل الفني. جميل. لون الحرق في الغالب هو أسود. نعم. لكني رأيت لك أعمالا فيها ألوان أخرى، يعني في الغالب هذا الفن طبعا فقط يكتفي في الحرق، يعني كل لون الأسود.
يعني إشراك الألوان الأخرى كيف تكون؟ في الغالب أفضل مثل ما تفضلت اللون الحرق وهو جميل جدا، ولكن أحيانا هناك الأعمال التي أشعر بأنها تحتاج إلى لمسات لونية قليلة جدا أو صغيرة جدا، فأضيف هذه التفاصيل يعني من دون أي تخطيط كما قلنا سابقا، يعني من دون أي تفكير، ولكن القطعة تقول لي بأنني أحتاج ربما القليل من الألوان، وكنت ألجأ إلى استخدامات أيضا طريفة وجميلة وطبيعية وتعطيني مشاعر جدا جميلة، بأنني ألجأ إلى الألوان التي أيضا هي من الطبيعة مثل الحنة، مثل العصفر، البهارات، الفلفل، أحياناً أوراق الزهور أطحنها وأستخدم الألوان اللي موجودة فيها، فهذه هي سر الألوان الموجودة. يعني كيف تثبت هذه الألوان؟ بعد الانتهاء من العمل أحتاج إلى وضع طبقة حافظة لكل اللي موجود سواء حرق أو ألوان فتثبت. يعني مادة حافظة كيف؟ نعم هي هي مثل بيسموها اللكر أو السيلر، ترش اللي يعني؟ نعم رش أو دهن، يتم رشها أو دهنها. نعم النماذج لهذا أنه اضطرت إلى استخدام ألوان فيها. نعم استخدمت ألوان مثل الحنة. نعم. الحنة اللي يعني بيستخدموها السيدات للشعر. استخدمت كما قلت لك بهارات مثل العصفر، كمون، فلفل أحمر. نعم. فلفل أسود، ممكن بودرة نشا مع طحين مع ما ملح. الأشكال التي استخدمتي مع هذه الألوان؟ غالبا القطع الخشبية وليس القرع، القرع خشبه لا يمتص الصبغات بسهولة، يحتاج إلى صبغات أو ألوان صناعية، أما الأخشاب الطبيعية فهي تمتص وتشرب الألوان بسهولة. نعم في الغالب أنا شفت لاحظت لحضرتك يعني الخط العربي في نماذج كثيرة، لكن لاحظت أيضا هناك لوحة لك أو عمل معين هو أنه في كأنه خارطة فلسطين أو الكوفية الفلسطينية، بدي أنا أتحدث عن هذا العمل. كل نقول أستاذ كل شجرة ولها جذور. نعم. وجذوري من فلسطين وهذه الجذور لابد أن تنادي من وقت إلى آخر، فمن قبل حتى أحداث. نعم تحتاج إلى سقيا. تماما بالضبط. فجذوري هذه من بين الفينة والفينة تناديني، فأجد نفسي أفرغ هذه المشاعر عن طريق رموز فلسطين. نعم. جميع ما يخص فلسطين، الكوفية، رمز المفتاح، ألوان العلم الفلسطيني. نعم. الأسلاك الشائكة المستخدمة في الحواجز. نعم. وجميع هذه الرموز أجد نفسي لابد أن أستخدمها من فترة لأخرى. جميل، كل أعمالك استخدم فيه الألوان من المواد الطبيعية، اضطرت أن تستخدمي الأصباغ التي تستخدم من قبل الفنانين التشكيليين؟ هناك أحيانا بعض الدرجات الألوان أو أنواع الخشب كما قلت لك لا يصلح معها الأصباغ الطبيعية، فأجد نفسي ألجأ إلى المصنع، الألوان المصنعة. نعم. أو التي ابتكرها الإنسان ولكنها قليلة. أحبذ الألوان الطبيعية دائما أو الاستخدام الطبيعي، كما أحبذ أيضا أو رغبتي أو ميولي إلى استخدام أي الأخشاب التي هي ليست من صنع الإنسان، هي من إبداع الخالق، فأجد نفسي منجذبة إلى الشيء الطبيعي أو الإبداع الذي خلقه الله سبحانه وتعالى أكثر من الصناعة. جميل. الآلة الكاوية التي تستخدم أو تستعمل لهذا الرسم، للرسم على أو الحرق على الخشب، هل يشترط أن تكون بمواصفات معينة خاصة رأس الكاوية؟ الآن مؤخرا بعدما تعرفت على وجود هذا الفن عالميا وهو فن البيروغرافي كما تفضلت، علمت بوجود أو تعلمت أو استكشفت من خلال البحث بوجود ماكينات أو آلات احترافية لممارسة هذا الفن، ولكن كل بداياتي وتقريبا لنقل ثلاث أرباع أعمالي هي بجهاز الكاوي البسيط اللي بإمكان أي إنسان أنه يحصل عليه. نعم. يعني حتى ممكن أحيانا كنت أستخدم تسخين مسمار أو تسخين سكينة، أي أداة معدنية أسخنها وأحرق بها. نعم يعني الخط مثلا، يعني أنا أعرف مثلا الأصدقاء الخطاطين يحتاج إلى نوع معين من الأقلام حتى يضبط شكل القلم، يعني ما
قمت به من أعمال في الخط العربي، ألم تضطر إلى استخدام يعني رؤوس معينة في الكاويات أم كاوية عادية؟ لا أبدا أستاذ، كنت أحيانا أشحذ رأس الكاوي. نعم. يعني أحيانا أضطر إلى تغيير الرأس هذا باستمرار بسبب شحذي له، لأنه يحتاج إلى دقة معينة وسماكة معينة في بعض المناطق، أكثر يكون سمكا أكثر من مناطق أخرى، فكنت دائما أقوم بصنع أو لنقل رأس هذه الآلة من خلال التجربة. إذن تحتاج إلى تغيير رأس الكاوية. نعم تحتاج إلى شحذ وتغيير وتعديل، ولكن بإمكان، أعتقد بإمكان الفنان أو الخطاط أن يستخدم أي يديه، بإمكانه أن يرسم يستخدم بيديه، بإمكانه أن يستخدم رأس دبوس أو أي شيء في يعني في هذا العمل ليطبق أو ليسقل. جميل. حضرتك قلتي أنه يعني في الغالب الأعمال أنه تكون في الذاكرة في رأس الفنان التشكيلي الذي يعمل على هذا الفن البيروغراف وينقلها إلى اللوح الخشبي، وأحيانا تكون حركة فوضوية كما قلتي الفوضى الخلاقة، ويخرج منها ينتج منها يعني شكلا جميلا. قلتي أنه يطلب منك، يعني هل وصلت إلى مرحلة الاحتراف بأنه تتعاملين ماديا في هذا الجانب ويطلب منك مقابل ثمن معين، أو أنك تعرضين بضاعتك في معارض معينة ويعني ترصد لها أو تكون بثمن معين ممكن تباع في السوق؟ لم أحترف هذه الهواية بشكل تجاري أبداً. نعم. أو بعد، لنقول كل إنسان يعبر عن فنه الذي اختاره، أحياناً يصيب هذا الشعور بأنه أريد أن أعرض أعمالي لأجد ما قيمتها المادية. نعم. لنقول، ولكن حتى أكون جداً صريحة وصادقة معك، لم أجد نفسي أصل إلى مرحلة القرار بأنني سأفقد هذه القطع أو أبيعها بسعر معين، لأنها غالية جدا علي، وكل قطعة قريبة إلى قلبي جدا. فالأعمال التي لنقول أنها طلبت مني هي طلبت كهدايا لأصدقاء عزيزين مقربين أو ناس يحبون إهداء ناس عزيزين عليهم، فكنت أهديها كهدية. ولكن يعني تتولد علاقة حميمية بينك وبين العمل. نعم. أما ما نعم. يطلب منك فالفترة قصيرة ربما. نعم. لا تعطي مساحة لتولد هذه بالضبط هذه. نعم. العلاقة. أعرف أنه بعض الأعمال تستغرق أياما لكي تخرج بشكلها الجميل، هذه الفترة الطويلة بالعمل يعني ألا تدفع إلى الضجر؟ أبداً أستاذ، لا أجد الضجر أبداً، ولا أجد معنى لأي معنى لكلمة ضجر في أثناء. نعم. ممارسة هذه الهواية، بالعكس تماماً، أنا قد أضجر إذا لم أمارس هذه الهواية، وهي قد تصبح كأوقات معينة في حياتك تصبح كنوع من الإدمان، فأجد نفسي أمارس لمدة 4-5 ساعات من دون توقف. نعم. فلا أجد أبداً ضجر أو ملل أثناء ممارسة. أنا أعرف أنه بعض الفنانين يعني هناك لديهم أعمال حسب ما يقولون أن تأخذ أيام. نعم. 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 وأحيانا أسابيع. نعم. وأحيانا شهر. ممكن أنه القطعة أبدأ بها وأنا لنقول عندي فكرة معينة أو شعور يحتلني. نعم. فأبدأ بهذا العمل أثناء وجود هذا الشعور، ولكن ممكن هذا الشعور يفتر أو يتوقف، سواء كان جميل أو حزين. نعم. لنقول، فعند فتور هذا الشعور أجد نفسي أحياناً أضع القطعة جانباً ولا أستطيع إنهائها، فقد تأخذ فترة طويلة حتى أستلهم أو أرجع نوعاً ما أسترجع المشاعر. تجارب كثيرة صارت لديك من نعم هذا. نعم. يوجد لدي العديد من القطع الغير منتهية، بقيت مشاريع عمل. نعم. 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 على الرغم من أن الرسم على الخشب بالحرق يشابه الفن النحت والحفر على الخشب، إلا أن بعض النقاد والذين يشتغلون على الفن التشكيلي وبعض بعض المحترفين لهذا الفن لهم رأي مختلف في الرسم على الخشب، يعني يرفضون أو يعترضون على تصنيفه على أنه فن تشكيلي، فما رأيك؟
أود أن أجيب على هذا التعليق أو السؤال أستاذ لنقل تساؤل ما، هل الحكم أو اللقب أو المسمى هل يحرمني من لذة أو متعة الممارسة هذه الهواية؟ مؤكد لا يحرمني. نعم. لذلك أنا لا أحتاج إلى لقب أو موافقة أو تقبل من أي جهة أو شخص أو آراء لأعتبره نوع من أنواع الفن، هو فن. لكن هو أي عمل يحتاج إلى تصنيف. أكيد أكيد. نعم. التصنيف برأيي وإذا سمحت لي أستاذ، التصنيف هو بشري والحكم بشري، فكل إنسان عنده تصنيف مختلف، معايير مختلفة، آراء مختلفة، لذلك لا يؤثر في هوايتي أو الشغف الذي لدي، لا يؤثر فيه الرأي أو التصنيف أو أي ما شابه. أكيد أن الإنسان دائما الذي لديه موهبة يحاول أو يجد نفسه دائما المحاولة على البحث عن أشخاص مشابهين أو عندهم هواية مشابهة. ومرقت بهذه الفترة أو هذا الإحساس، اغتمرني هذا الإحساس وكنت أحاول البحث عن مجموعة أو أدرج نفسي ضمن الفنانين التشكيليين، ولكن أود أن أكون أيضا صريحة جدا، كنت دائما أجد عدم رضا عنها. عن يعني تعرضت لصد منهم يعني؟ نعم، كنت أتعرض نوعا ما أنه مثل ما تفضلت أنه هذا مش مندرج ضمن الفن التشكيلي أو لا يوجد شروط للالتحاق مثلا برابطة الفنانين. طيب أنا أراه برأيي شخصي أنه مشابه كما قلت وشابه الفن النحت أو الحفر على الخشب. نعم. ما المانع أنه يصنف هكذا؟ ما هي أسباب اعتراضهم على تصنيف هذا لو من الفن بأنه فن تشكيلي؟ أعتقد ممكن يكون الاختلاف لأنه شيء غريب أو مش منتشر جدا. لذلك ممكن يعني ممكن تكون القواعد أو القوانين أو المعتاد عليه لا تسمح لهم بأن يعترفون به كنوع من أنواع الفن. أو ربما بعض من سلك هذا الطريق في أو امتهن هذه الحرفة هو بالأساس ليس لديه موهب فن تشكيلي، ربما أرادوا من هذا أنه يعني يحدون من الفوضى الانتماء إلى هذا المشهد. ممكن أتفق معك بدرجة معينة، ولكن أستاذ أيضا اسمح لي، العمل الذي يقوم به الحرفي الذي لا يملك موهبة بالفن أو الرسم قد يظهر أو مش ينكشف يعني. ينكشف ويظهر يكون واضحا جدا. العمل هذا أو عفوا الهواية هذه تحتاج إلى كثير من الروح الفنية والمهارات، غير عن أنها مهارات يدوية، أيضا لنقل ذكاء، نوع من أنواع الذكاء الفني الذي يستخدمه الفنان التشكيلي. نعم. لذلك أنا لا أجده أنه يختلف عن الفن التشكيلي. طيب لماذا لا يخضع هذا النوع أو الأعمال التي تقدم من قبل محترف هذا النوع تخضع لتقييم مثلا وتحدد أنه هذه ممكن أن تعتبر فن تشكيلي أو أنها مجرد أعمال حرفية؟ يعني لنطمح دائما الأفضل، يعني نتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة أنه يكون هناك نوع من أنواع التقييم. نعم. المنطقي أو التقييم الإنساني، لنقول الإنساني. لم تشاركي في معارض؟ أبدا. لماذا؟ يعني كنت أجد أحيانا عند محاولتي لنشر، طبعا أنا أحب نشر أعمالي لأنه كما أشعر بالسعادة وجميع المشاعر الجميلة التي تصيبني، أحب أن أنقل أو أجد التأثير العاطفي لدى الأشخاص المتفرجين، فحاولت أكثر من مرة المشاركة في معارض، ولكن كنت أقابل بأنه عفوا أنت لست مدرجة في ضمن نقابة الفنانين التشكيليين الأردنيين، فلم أشارك. يحاول الإنسان حتى لو يجد أي مشهد ممكن أن يعرض أعماله ويفرض تجربته الناجحة على المشهد. كثير ممن هم ناجحون الآن في مجالات الفنون الإنسانية يعني لاقوا هذه الصعاب، لكنه أصروا بإرادة وبإصرار ووصلوا إلى ما هم عليه. صحيح صحيح. شكرا لك وأتمنى لك النجاح والتفوق والتميز دائما في مجال الفن التشكيلي وهذه الأعمال الجميلة في الحرق على الخشب. الشكر الجزيل لحضرتك أستاذ محمد وبرنامجك الغني والمليء بالثقافة والحضارة والعراقة. شكرا لك مرة أخرى. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى.
أستودعكم الله والسلام عليكم.